اهلا وسهلا، نعاود نرحب بكم. كما شفتوني بقيل وقلت لكم بلي ما خرجتش من بيتنا، ناس بيتنا ناس الكرم. هذا ما يعنيش ان الولايات الاخرى يعني ما همش ناس كرم وما عاودوش عرضوني ولا ما نسيستاوش عليا، بصح الوقت كان ما يسمحش. بيتنا لصقوا فيا مليح. الشاف اللي راني معاها اليوم ما طلقتنيش، قالت لي كل ما تفطريش عندي ما نسامحكش، وكلمه ما نسامحكش واعره بزاف. جزائر كبيرة فيها 58 ولاية، كون نفطر يعني في 58 ولاية و 58 عائلة ولا ما على باليش 1000 عائلة، تسمى واش لازمني؟ لازمني واحد 90 رمضان وأنا نولي نوزن واحد 400 كيلو، تسمى أكيد. مالا الحمد لله على هذا الكرم، يعني نستغل الفرصة ونشكر كل الناس اللي عرضوا لي، كل الناس اللي فطرت عندهم، ونقول لهم في ميزان حسناتكم. اليوم معنا أحلى شاف كالعادة، الشيف تاعنا اليوم منورة منورة باه بالروائح اللي راني نشمو فيها. الله يبارك. لمسة باينة مليحة، ما كان الشيف ما عندوش لمسته. اليوم معنا الشيفة ليندا. مرحبا بك عندنا في ولاية باتنا. واليوم راهو فطورك عندي. يعيشك يعيشك. سمعنا بك راكي في باتنا وحكمناك لازم تفطري عندنا اليوم. هاني قعدتي هاني قعدت. مرحبا بك. بصح هاني غضبانه منك. علاه؟ علاه اختي قتلتيني بالريحه؟ واش راكي مطيبه؟ واش الريحه هذه اللي جايه؟ انا راهو كي الراس يطيب في الفور. طيبوا الروس في بيتنا. لا لا. تسمى معول عليا. لا لا، انتم عندكم في الجزائر تقولوا بوزلوف. هاسنا صح هاسنا هاسنا باش يفهمونا، هاكا الراس ماشي الراس. على بالي. انا قلت معول عليا طي الله يا راسي. البوزلوف، بوزلوف في رمضان يعني عادة تلقى الرجال هما يتوحموا في رمضان، تلقاه يهز بوزلوف راس بقرة. أنا تاني تشهه في رمضان، عطاك الصحة اللي أنت تقول حسيتي بيا. يسلمك يسلمك، ودرت لك جلبانة بيضاء صوص بلانش. صاي صاي. بالجاج محمر. صاي ما بقاش يجيني قشي صاي. خلاص. وأنا شوفي واحد الحاجة هنا الحية هنا لازم تشوفوها معايا اللي هي ديرت لي جيكو. هذا كامل هذا تاع الكتف هذا. إيه تستاهلي. قولي لي هذا دوكا حتحمريه ولا شحديريه؟ حندير لك به الشربه. هذا كامل شربه. ايه. يا جماعه ليندا تحكي تخدم بالميزان، تسمى على حساب لاطا، يكون عرضت واحد رقيق تشري له رقيق. تستاهلي تستاهلي. الله يبارك، بس بزاف هذا بزاف ليندا والله بزاف. كتر خيرها نبقى نقول. دركا ليندا راح تعطينا الميني. داكور، درت لك حماس. مع شربه، شربه فريك. ايوه. باللحم و درناها بالبصله بيان سور طماطم، ندير لك معها طماطم عمور. تزيديها ثاني تاع الباطا. ها كرافس عندنا، دبشه، كزبر، ايوا شوي سمن. سمن ماشي زيت ولا زبده ولا. ندير شوي زيت وشوي سمن. هذه سما حاجه زادت هنا ضافت هنا للشوربه، انها تزيد لها السمن. نسيدي النعناع باين. نعناع، فلفل اخضر، فلفل الكحل، والكركم، شوي كركم وحمار. الحمار تسمى باش تجي تجي حمرا. حلو الحمار. ايه حلو، ها حمار حلو. هي سما التوابل هذه. هذو التوابل هي. هيا سيدي قلنا راح نديرو البوزلوف. نديرو جلبانة. وراح نديرو الشربة بهذا بالخير هذا اللي قدامي، وبوراك ما فيهاش. سي فيها بوراك بالفيون داشي وبالفرماج المميز. المتميز تاعنا. متميز ها. مليح مليح الفرماج والفيون داشي. واليوم راح تاكليني. مرحبا اليوم يا ليندا. صحتك. واش هي كي نقعدوا نفطروا ماكله تقولي لي كولي 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 كولي. لازم لازم تذوقي من كلش. نذوق من كلش وناكل ونتنفس. ان شاء الله ان شاء الله. درك اعزائي المشاهدين كما عودتكم مستحيل نروح الولايه وما نكتشفهاش، جيتها فطرت فيها البارح واكتشفنا جند منها، بيتنا كبيره بزاف. اليوم خيرنا منطقه واحده اخرى في بيتنا اللي هي تيم قاعد، اللي نروح نشوفها ونخلي شاف ليندا توجد فطورها. انا ما نعاونش، انا نروح ندور وما يطيبوا. صاي مفيد العمدة في نيانا في رمضان، ما طيبت والو الحمد لله. الحمد لله. حتى يدي ارطابوا. مرحبا بك. ايا نخليك تبدا شاف ليندا وانا نروح نضرب دوره لتيم قاعد نعاود نجي. بالسلامه.
كي نقول لكم بلادي شابه ما تقولوليش لا، على خاطر اجمل اجمل رحله درتها اليوم هي تيم قاد، تاريخ وحضاره كلش كلش شتا ومناظر واثار، لازم 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 تزوروا هذاك المعلم التاريخي. من خلال زيارتي انا لتيم قاد اكتشفت حاجه واحده اخرى، خلاص بلي كاين مسارح مازالوا حتى تحت الارض ما تجبدوش، كاين انفاق، كاين حوايج بزاف. دركا بعد هذه الرحله دلدان ورانا هنا باش نفطروا. بسم الله بسم الله. الله يتقبل ان شاء الله، يتقبل علينا ان شاء الله. الحمد لله ربي يتقبل منا ان شاء الله ان شاء الله. امين. لين دا قبل ما ناكلوا هذا الخير كامل لازم نعطيو حق ربي ان شاء الله، نصليو ونوليو هيك صرنا صيام، عاد نروحو نصليو ونمشيو شربه يا يعني. هاي ايوه ربي يتقبل عليك ان شاء الله علينا كل. هيا نعطيك نعطيك وانتي سربي ديري من هي. ايوه بالك باش تفطر في هذا الديكور الرائع، تما عالم واحد اخر خلاص. تفضلي ولفنا بالكوزينه والطابله و... صح هذه حاجه تاع تقليدي طول. هذاك اللحم كامل وهنا ايه تما لوني سبع انا اليوم. صحتك يعيشك ما تكثريليش. اوكي يعطيك الصحه يسلمك يا ربي. بسم الله الله يبارك. عطيني عطيني بورك، لازم بالبورك شربة. تسمى بالسمن تجي كيما هكا، فيها الكوت اسمن. ايه فيها الكوت اسمن مليحة. الكرافس فيها مليحة. كل واحد كيفاه يديرها، كاين دي شاف اخرين يقول لك ندير شويه زيت، كاين شاف يقول لك زبده. اول مره نشوف واحد يدير سمن. اه هي ندير شويه سمن شويه زيت. هذه ماكله تاع برم كبار ما فا طيب انت الكونتيتي و... بيان سور هي على عرسو. كولي كولي تخسب اني انا عرضتها. كولي كولي والله انت اكلي. كولي كولي هكا انت صايمه وتعبتي يعيشك. كنتي تعبت فيها كذا فان تاعي كل خير قدامك مش حتى نعرضك. يعطيك الصحة الله الله يبارك. بس هذاك البوز اللوف يا تاع يدين هاك اهي هذاك تاع سهرة جويه الوحدة تدي لك نوض البوز اللوف انا مشمشو. هذا الحميص تاعكم ايه حار حميص حار هين نمشي مع الشربة. سيدي نعطيك شوية ايه كسرة ناتي. احنا نديرو معاه كسرة ايه. مع الشربة خسيس هادي نعم او يهبل الله يبارك. هاي هاكي بزيت زيتونة ايه زيت زيتون والثوم والثوم والخل وكل شيء مشوية دا ولا محطوط مشوي مشوي اه اوكي مسكيني ما يشويوش ايه يدبلوه يدبلوه يديروه بصح هذا مشوي هو الحمص التقليدي تاع الصح مشوي يجي مشوي مشوي هي نعطيك الصح يسلمك. درك شاف ليندا وي انا دقت منها دقت منها عم يشوفوا فيك اهضري معاهم اعطيهم الوصفه تاع الجلبانه اللي درتيها وعدناهم قول لهم بعد تعطي الوصفات خلاص. درت اليوم درت لك جلبانه صوص بلانش بالزروديه فيها بطاطا محمرة هي بالجاج فيها
زروديه، زيتون دي نوايوتي، وبطاطم حمراء. جلبانه بالزيتون. اها. لا اعطينا الطريقه برك. هذاك الدجاج. اها دجاج محمر. وديري صوص بلونش. ما تحمريه وحده ولا طيبيه فيها؟ طيب في لاصوص. هيا درك عم يسمعوا فيك. اختي اعطيهم الطريقه صحيحه. ما تتريشيش. اها. اللي شافهم يحبوش يمدوا اصلا. لا 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 كاين ديزاستيس ما نمدوهمش بصح نمدوهم. اه سمعت ديزاستيس. علاه؟ ما نعرف فكل. ما تقعد عندك ما يقدروش يبدلوكم. ايه فوالا. هيا جبنا دجاج. الجاج بصل شوي ثوم. انت من النوع اللي يقلي البرمه ولا يمرق؟ نقلي الدجاج تاع مليح وحده، ومن بعد البصل ثوم. بيان سور شوي زيت وشويه سمن. ملح فلفل كحل لا موطارد. ايوا شويه قزبر. والجلبانه والزيت نقلي وحده. نقلي مليح كي تقلى كل اللوح لي ليغوم والجلبانه ونمرق. والزيتون؟ الزيتون حتى طيب. وتغليه وحده؟ اه نغليه وحده. شنو حلو المراره؟ اه. فوالا اسمعي مليح، الزيتون غليه وحده، كنت تحطيه هكذاك عزوجتك طلعي لها لاطونسيون وتقضي عليها. رمضان رمضان. مالا الزيتون نحي له الملح ونحي له المراره باش تزيديه للجلبانه. باه كي طيب خلاص. كيفاش تجي بيضه ما ديريش طماطم خلاص؟ لا ما نديرش. ما تعقديهاش بكاش حاجه. ندير لها العظمه. اه فوالا الحباطه البيض جون دوف برك الاصفر برك مع شي صوص معدنوس شوي قارص وتحطيه من فوق اللوحو على من فوق وجوست نطفي جوست اللوحو. اه تقعد لاكوكك. هذه طريقه جديده نخبطها نديرها في البول. ها نزيد عليه شوي صوص. اها ندير له ملح ندير له المعدنوس والقارص نخبطهم مع بعضهم مع لاصوص واللوحو. ايوا نطفي واللوح. هذه طريقه جديده نتمنى تكونوا عرفتوها. البولاك يعرفوا يديروه. الكسر على بالي شاطرات في الجزائر شاطرات على بالي. دوك نروحوا لهذاك السيد اللي طالق لاطاي. الراس كما قلتي. الراس قلتي الراس خلعتيني. هذا البوزلوف. انا كاين بزاف اللي يتشاو البوزلوف في رمضان، انا واحده منهم. انا خاصه كي تدخل لبيتنا يجي على بالي ديرك البوزلوف والدوبار. اي يعيشك. واش هي عطينا الطريقه، كاين اللي يفوروا كاين اللي ديسوس كاين. عطينا الطريقه اللي درتي به البوزلوف. واش هي شرحيها لهم. نديروا له لا ماريناد، نخدموه بلا ماريناد ونديروه في بابي الومنيوم. عطينا باش تمارينيها سما ما حبش نقول الاسره. نديروا لنا ماريناد وفرات. اها واش فيها لي ديتاي؟ ايه نديروا فيها ثوم توم زيت سرقوا سرقوا ما حبش تهضر. توم مع الزيت في الميكس نميكسيها. اسمعي اسمعي ليندا علي الامانه عندك ديري لهم حاجه ما فيهاش وتجيها ما مش لا لا ها كاين لا ماريناد نعطيها لك. هاي خلاص هيا كتبوا توم توم وزيت نميكسيهم مع بعض. ميكسيهم نحيهم ديرهم في بول ولا سلاطجي ديرهم ملح فلفل كحل شوي كسبر شوي حمار شوي هريسه. لا موطار توجور ثاني. لا موطار تخلي اللحم يطيب طري ويطيب من الداخل ومن برا. والو هي هي. هذه كلها ماريناد. شويه كمون. كمون سني سني فيها الكمون نضوقه. نخلطها مليح شويه زبده وندير هذا المخ طيبتي هنا. هذا المخ هي هذا المخ كان ناقصه مخ. مارينيه مليح نديرو في بابي الومنيوم ونحطو في الفرن. قلت لك ناقصه مخ قالت لي ايه ناقصه مخ. لا لا بيت الشر عليك. عند المخ ومن بعد دخليه في الفور. في الفور والبطاطا ديريها فوق ولا تقليها هذه؟ معاه في الفور ولا كيما تقليتها. نعم هي فيها لقو تاع الفلفل و... فيها هي فيها لقو. الله يبارك شهيتك في الجنة اللي تشهى غير تقول للراجل يجيب لها البوزلوف. تشريه واجد ولا انت تنقيه وتغسليه؟ تاع اليوم نقيت وانا غسلته وسجيته. اي باسكو نسى كل ما تحبش دير الدوارة و ها سي مينيو ما يبغيوش. احنا من بكري احنا اللي نديروه نشوطوه نغسلوه مليح نعملو نديرو الخل
ويدوش يدوش مليح يدوش مليح ونطيبه. انت تالي درتي كيما هكا؟ هي درته هكا. شحال يستغرق هكا في الفور؟ واحد ساعه ونص. ساعه ونص ماشي بزاف. اها هذاك هو تسمى خفيف هكا مليح ويطيب. لا لا مليح هو ها ومليح بصح يتعب. نزيد نسرق لك المخ تاعك. انت باين عندك المخ. قولي بصحتك هذا وليك درتو. يعيشك ربي يبارك فيك ان شاء الله. يعيشك. هادي باين شبح صفرة والعين راهي شي مكان الشاف رحنا عنده وما دارهاناش. هي شبح المايدة. هي رمضان كامل العائلة كامل يديروها سيرتو البرومي جور. ايه اول يوم الناس كل تبقى ماشيه معانا هي والحميس يبقاو ماشيين معانا. شفنا الاطباق اللي دارتهم اليوم الشيف ليندا. طبق جديد اللي دارته هو تاع الجلبانه هذا اللي دارتها بالبيض كما يقولوا العظام والبوزلوف اللي طالق روحه طالق روحه يدير غيرها في الفور. شربه الله يبارك كيس الله يبارك بورك الله يبارك. ونام الحميس كلش مشوي جاء علامه. اللي حاب يتعلم هاد الوصفات ولا يدي ديزاستيس وين يتصل بك ليندا؟ يتصل بيا في لاباج طبنا مسايا تاعنا. اوكي لاباج طبنا مسايا ماركيو شافنا طبنا مسايا مش راح تبخل عليكم وتوريكم. هي قالت لك ما نمدش ديزاستيس صغار برك زعما باش ما يديرولهاش بلاصه تاعها. عندها حق لكل واحد عنده حق في روحه. لكل بداية نهاية والنهاية تاع اليوم نهاية من بيتنا برك. راح نغادروا بيتنا بعد ما قعدنا فيها يومين. استضافونا فيها شافين رامي وشاف ليندا. من خلال هذا حبيت نوجه لهم ألف شكر ألف تحية على حسن الاستقبال حسن الضيافة ولكل جمهور بيتنا اللي ودني اللي جاب لي الورد اللي تلاقيته برا. نقول لكم أنا تاني نموت عليكم ونحبكم وألف ألف ألف شكر.